بقى في تطور كبير جدا في المكياج وفي التجميل عامة في مصر في الفترة الأخيرة، وبالذات في المنتجات اللي هي بتكون طبيعية 100%، ودي أحلى حاجة على فكرة يا جماعة. في بقى براندز كتير طلعت وحاجاتهم كلها حلوة ومختلفة، حاجات عشان شعرك، حاجات عشان وشك، حاجات عشان جسمك، ومن الحاجات برضو المميزة جدا فيهم إن أسعارهم حلوة جدا. أول براند هنتكلم عنه هو براند نورشك. يا جماعة براند نورشك ده عبارة عن براند بتاع واحدة ست مصرية قررت إنه هي حامل إن هي مش عايزة تستخدم أي شامبوهات أو كريمات أو أي حاجة معمولة يكون فيها كيماويات، فقررت إن هي تعمل شامبو ولوشن ومنتجات تجميل كتير كلها طبيعية عشان خاطر وهي حامل تبقى متأكدة من سلامتها وسلامة البيبي. وبعد كده بقى لقت ان الموضوع حلو جدا فقررت ان هي تعمل براند كامل، من كتر ما الناس كلها كانت بتسالها عملتيه ازاي قررت ان هي بقى تنتجه بنفسها وتبيعه كمان. عملت حاجات كتير جدا للشعر وحاجات تانية للجسم، يعني مثلا عملت اللوشن ده حلو قوي وكله طبيعي، وعملت كمان الماسك المعمول من الطين ده هايل. يا جماعه مهما اقول لكم الحاجات الطبيعيه قد ايه بتكون مفيده وبيبقى الواحد مطمن كده وعارف، بس على الاقل مش هيكون ليها اي اضرار. تاني براند بقى هنتكلم عنه هو البراند المصري نفرتاري. البراند يا جماعه اللي عملته واحده ست صيدلانيه اسمها منى عريان، اتحطت في موقف ان بنتها في مره استخدمت شامبو وفروه راسها اتحرقت، فقررت وقتها ان هي هتصنع لنفسها شامبو عشان خاطر بنتها ويكون كله معمول من مواد طبيعيه عشان تضمن ان هو ما يضرش ولا بنتها ولا نفسها تاني، وعملته من زيت الزيتون واتبسطت جدا منه، كانت نتيجته حلوه قوي، وبعدها قررت ان هي تعمل براند كامل تبيع فيه المنتجات الطبيعيه المصريه دي. وبعدها بقى البراند كبر جدا لدرجه ان الباكجينج كمان دلوقتي بقى بيتعمل صديق للبيئه، ودي احلى حاجه. يعني مثلا الصابونه دي معموله من شيا باتر وزيت الزيتون، بترطب الجسم حلو جدا، وعندها حاجة تانية كمان اسمها سيكريت سكراب، دي حلوة قوي، دي بتشيل الجلد الميت من على البشرة، هايلة. يا جماعة أنا مبسوطة جدا إن عندنا براند مصري قدر إن هو يعمل كل الحاجات اللي بيبقى بندور عليها، وإن إحنا ممكن ما نحتاجش إن إحنا نستخدم منتجات غير محلية. ولو هنتكلم عن المكياج بقى، في براند مصري اسمه إسنشلز. البراند ده عنده حاجات هير كير وسكين كير كتير جدا، يعني ومن ضمن المكياج اللي عندهم مثلا عندهم هايلايتر جليتر حلوين جدا وبيلمعوا قوي، خطار يا جماعه. عندهم بقى ليب جلوس، عندهم ليب تنت، عندهم كمان فرشه للحواجب، عندهم حاجات كتير جدا كلها ميك اب طبيعي ومصري، حاجه خطيره يعني.